شامبيونان ناسيونال تاع الجيدو، وحز في نفسي ورأيت أنه هذا من مسؤولية قطاع الشباب الرياضة ومسؤولية أيضا المجتمع المدني. عندما تم عزف النشيد الوطني رأيت في أعلى القاعة هناك بعض الشباب كان جالسا، يعني وهذه أنا رسالة صدقوني كانت، لأنه النشيد الوطني كان عزف بكلماته وليس موسيقى فقط، وكي تشوف الشباب هذاك مريح ونحن نقسم يعني للجزائر بأنه نبقى على عهد الشهداء وعهد المجاهدين، وترى شباب أنا أعرف أنه ربما بحسن نية يعني إحنا قصرنا في تكوين هذا الشباب، قصرنا في إيصال الرسائل أو أعطينا صورة منفرة لمعنى الوطنية، معنى حب الوطن.